الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على إنجاح تجربتي التحول الرقمي ودعم التشغيل. اشتباكات في ساحة الشهداء وسط بيروت والجيش اللبناني يدفع بتعزيزات عسكرية. روسيا والصين تدعوان إلى استئناف عاجل للمحادثات السداسية حول كوريا الشمالية. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة. أهلا بكم، والبداية مع الزميلة فيروز. أهلا بك فيروز. أهلا بك همام، شكرا لك. والبداية مع فعاليات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ. اقترح الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق منصة أورومتوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث بمدينة العالمين الجديدة عام 2021. وخلال مداخلته في جلسة نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، طلب الرئيس السيسي بإدراج هذا الاقتراح ضمن التوصيات الخاصة بنموذج محاكاة من أجل المتوسط وغيرها من التوصيات الخاصة بمنتدى شباب العالم. احنا بنبني مدينة العالمين الجديدة، وانتوا قلتوا 2021، ما اعرفش هل انتم حطيتوا فكرة ان احنا يبقى منطقة أورو متوسطية للتعليم العالي والعلوم والبحوث في العالمين الجديدة، ده امر يعني محطوط في الاعتبار ولا ممكن نحطه في الاعتبار في اطار ان ده فرصة كويسة او في المؤتمر ويبقى يطلع مع التوصيات اللي طلعت؟ يعني أكد الرئيس السيسي أن مصر تبذل جهدا كبيرا في ملف التحول الرقمي ودعم التشغيل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وخلال مشاركته في جلسة نموذج محاكاة الاتحاد من أجل المتوسط، أشار الرئيس السيسي إلى أن مصر لديها خطة ضخمة للتعامل مع البحيرات التي تطل على المتوسط لإعادتها لحالة بيئية قد تكون هي الأفضل. نحن هنا في مصر بنبذل برضو يعني جهد كبير جدا في إجراءات أو في ملف التحول الرقمي وفي ملف دعم التشغيل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال برضو موضوع أنتوا اتكلمتوا فيه وموضوع مهم جدا خاص بالبيئة. نحن نقوم بخطة ضخمة جدا للتعامل مع البحيرات المصرية التي تطل على المتوسط، وإحنا بنتكلم في 5 بحيرات وبنبذل فيها جهد ضخم جدا. كنت اتمنى ان هي من باب بس الطرحه، وان احنا كنا عرضنا على شباب العالم اللي موجود معانا جهد مصري خالص بدون حتى يمكن يكون دعم خارجي. احنا بنتعامل مع 250 الف فدان بحيره، 250 الف فدان، بنغير كل اللي حدث فيها من إهمال خلال سنين طويلة، نعيدها إلى حالة بيئية قد تكون هي الأفضل خلال 50 أو 60 سنة اللي فاتوا. على هامش مشاركة السيد الرئيس في المنتدى الثالث لشباب العالم، استقبل السيد رئيس الجمهورية السيد لي يونغ مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو. تناول اللقاء الاستفادة من برامج الأمم المتحدة في مجالات التنمية الصناعية وخطة الدولة في هذا المجال.
كما استقبل السيد رافائيل جروسي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد رحب السيد الرئيس بهذا اللقاء حيث تناول أهمية ضمان سلمية استخدام العلوم والتكنولوجيا النووية على مستوى العالم ورؤية مصر في هذا المجال. كما استقبل السيد الرئيس السيد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وعلى هامش المؤتمر تفقد السيد الرئيس معرض وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار إطلاق مشروع مودة. رحبت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية بالروبوت صوفيا والتي تحضر فعاليات منتدى شباب العالم. وقالت قرينة رئيس الجمهورية عبر حسابها على موقع فيسبوك إنها لتجربة استثنائية جديدة مقابلة صوفيا والتحدث معها والاستماع إلى ردودها الذكية. وأشادت قرينة رئيس الجمهورية بقدرات صوفيا على محاكاة القدرات الذهنية للإنسان والتي تمثل نقطة تحول في العلاقة بين الإنسان والروبوت وبداية حقيقية لعصر جديد للإنسانية. وعلى هامش منتدى شباب العالم بشرم الشيخ تستمر منصة انسبايرد في عرض قصص النجاح الملهمة على مسرح شباب العالم، حيث استعرض محمد حطب وهو مهندس مصري وأحد المتحدثين أيضا على المنصة استعرض تجربته في محاربة مرض السرطان. كما قام بتأسيس مؤسسة تقدم الأطراف الصناعية التعويضية بالمجان لمن لا يتحملون تكلفتها. كما تحدثت بسنت شريف والتي تعمل في الشركة للبترول عن الربط الذي تعرضت له في التقدم للجامعة التي حلمت بالانضمام لها مما كان حافزا لها من أجل النجاح، وشاركت قصتها مع الحضور مشيرة إلى أن النجاح يعتمد على أخذ خطوات بعيدة، لافتة إلى أن الأحلام تتطلب المرور بالعديد من الصعوبات. يواصل الإعلام الدولي تغطية فعاليات منتدى شباب العالم اليوم الرابع على التوالي. وأشارت الهيئة العامة للاستعلامات إلى الاهتمام الكبير من الإعلام الدولي بالمداخلات والنقاشات التي تشهدها جلسات المنتدى وما يطرح خلالها من أفكار بناءة ورؤى مستقبلية، سواء من قبل المسؤولين المصريين والأجانب المشاركين في المنتدى أو الشباب من مختلف دول العالم. هذا وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت في تصريحات الإكسترا نيوز أن منتدى شباب العالم ينضج عاما بعد عام، مشيرا إلى أن المنتدى أغلق الفجوة بين الشباب والدولة. منتدى الشباب أراه ينضج وتعلو قيمته عام بعد آخر، وهذا أمر في منتهى الإيجابية أن إقبال الشباب عليه وشعورهم بقيمته والفرصة التي يمثلها من تفاعل الشباب مع بعضه، من تبادل الخبرات والرؤى، من الحديث حول المستقبل، من المواضيع التي تطرح في جلسات المؤتمر وكيف أنها تواكب العصر وتلائم أفكار الشباب وتطلعاتهم وطموحاتهم، أمر رائع وتزداد قيمته وتعلو عام بعد الآخر. الشباب بيقول ما حدش يسمعنا وإحنا بنقول أنتوا فين يا شباب. صحيح. المنتدى يغلق هذه الفجوة، لأنه من خلال المنتدى هناك فعاليات مع السيد رئيس الجمهورية، مع أعضاء الحكومة، مع الشباب، ومن ثم خلال هذه الفعاليات، خلال هذه المنتديات والمحافل، الشباب يطرح آراءه، يطرح أفكاره، يطرح اعتراضاته، وهذا حقه، وعلينا أن نجيب ونستمع ونشرح ونوجه إلى ما نفعله. أكدت رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب أن منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة شهد حضورا قياسيا من مختلف دول العالم، مؤكدة في لقاء خاص مع أكشن نيوز أن السلامة والتنمية والإبداع هي محاور رئيسية في أعمال المنتدى. السنة دي في زخم أكبر في عدد ورش العمل وعدد الموضوعات المطروحة وعدد الضيوف اللي استقبلناهم. احنا مقاربين على 8000 ضيف
موجودين على أرض مصر في شرم الشيخ، فالعدد أكبر، فطبعاً ده مسؤولية أكبر برضو. إحنا عندنا ثلاث محاور بنتكلم فيهم: السلام والإبداع والتنمية. وكل سنة بيبقى العالم كله بيتكلم بمختلف منظماته على المحاور، كتير منهم الثلاث محاور دولة، فيما يخص بالتحديد ملفات الشباب والتنمية في الدول النامية. فبنحاول مجموعة العمل تشتغل على المحتوى أنها كل سنة تشوف ما استجد من طرح في الثلاث مواضيع دول، ونضيف عليهم حاجة جديدة أو قيمة مضافة أو بعد جديد لأي من الثلاث محاور دول. قام رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وبعض الوزراء بجولة في ميدان سو سكوير بشرم الشيخ، وذلك على هامش منتدى شباب العالم، حيث أجرى رئيس الوزراء حوارات مع المواطنين والسائحين بالميدان للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم. أعلن الجيش الوطني الليبي إسقاط طائرة تركية مسيرة تستخدمها ميليشيات طرابلس، وأوضح الجيش الليبي أن سلاح الجو قد قصف رتلا عسكريا متجها من مصر إلى طرابلس ودمره بالكامل، مشددا على أنه لن يسمح بأي وجود تركي في البلاد. وحول العملية العسكرية لتحرير طرابلس، أشار الجيش إلى أن هناك تقدما للقوات في محاور العاصمة بعد استهداف مواقع ميليشيات الوفاق في مصر. طلب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الأمم المتحدة بسحب الثقة من رئيس حكومة الوفاق فايز السراج. وخلال لقائه المبعوث الأممي غسان سلامة، شدد صالح على ضرورة اتخاذ البعثة الأممية إجراءات سريعة لإبعاد السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزية. من جانبه قال المبعوث الأممي أن مقترح رئيس البرلمان الليبي بتشكيل حكومة وطنية يمهد لاتفاق بين الليبيين. وأشار غسان سلامة لأن المؤتمر الدولي حول ليبيا المزمع عقده في برلين سيسعى لرعاية اتفاق يحظى بتأييد الليبيين. اتهم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح السلطات التركية بنقل عسكريين وأسلحة إلى بلاده، هذا وأشار في تصريحات صحفية إلى تدمير مدرعات وطائرات تركية في ليبيا، كما قتل عدد من الضباط الأتراك. وجدد صالح اتهامه لقطر بالتدخل في شؤون ليبيا، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية تتحمل تكلفة المعدات العسكرية التركية والتي تصل إلى ليبيا. في لبنان اندلعت مواجهات بين قوات الأمن اللبناني وعناصر مسلحة من حركة أمل وحزب الله بعد قيامهم بمهاجمة خيام المعتصمين وإحراقها في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت. ودفعت قوات الأمن بتعزيزات عسكرية إضافية لاستعادة السيطرة في ساحتي الشهداء ورياض الصلح، بينما قامت عناصر حركة أمل وحزب الله بإطلاق قنابل مولوتوف. أكدت الرئاسة اللبنانية حرص الرئيس عون على الدستور، مشيرة إلى أن الرئيس لا يحتاج إلى دروس من أحد. وقالت الرئاسة اللبنانية إن الحديث عن خرق دستوري مردود لمطلقيه الذين كان يجدر بهم معرفة القواعد الدستورية والإقلاع عن الممارسات التي تتناقض ونص الدستور وروحه. كلما بدا أن أزمة تشكيل الحكومة في لبنان تقترب تدريجيا من الحل، تعود الأمور لنقطة الصفر. الرئيس اللبناني ميشيل عون تجاوب مع تمني رئيس حكومة تسيير الأعمال سعد الحريري، وقرر تأجيل الاستشارات النيابية إلى الخميس المقبل لمزيد من التشاور. مصادر مطلعة أكدت وجود سيناريوهات عدة حول التكليف، وكلها ترتبط بموقف سعد الحريري بقبوله التكليف أو تسمية شخصية ثانية لتولي المنصب. فمنذ استقالته تحول سعد الحريري إلى العنوان الأبرز لحالة الجمود التي تشهدها المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة، والسيناريو ذاته يتكرر وفي غضون أسابيع. ففي كل مرة يقترب فيها الإعلان عن التوافق على وجه جديد لتشكيل حكومة لبنانية منذ استقالة الحريري، يعتذر هذا الاسم في اللحظة الأخيرة ليعود الوضع إلى المربع الأول.
وبينما أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية ما زالت تراوح مكانها، الاحتجاجات الغاضبة من النخبة السياسية ما زالت متواصلة، وإن عاد الهدوء إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت بعد اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وعناصر مكافحة الشغب قبل أن يتمكن الجيش اللبناني من ضبط الأوضاع. الجيش اللبناني قال على تويتر إن وحدات الجيش عملت على مؤازرة قوى الأمن الداخلي في وسط بيروت للحفاظ على الاستقرار ووقف التعديات، وتمكنت من إعادة الوضع إلى ما كان عليه. وأضاف بيان الجيش أن التدخل جاء نتيجة الفوضى العارمة التي شهدها وسط بيروت وتخللها أعمال شغب وتعد على الأملاك العامة والخاصة. ومن جهتها دعت الداخلية اللبنانية في بيان لها المتظاهرين السلميين للابتعاد عن مكان المواجهات حفاظا على سلامتهم، مؤكدة إصدار الأوامر لعناصر مكافحة الشغب باستعمال القنابل المسيلة للدموع. إلى الجزائر، حيث اعتمد المجلس الدستوري الجزائري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بفوز عبد المجيد تبون برئاسة الجزائر. وكان المنافسون الأربعة لعبد المجيد تبون أكدوا أنهم لن يتقدموا بأي طعن على نتيجة الانتخابات. وبحسب قانون الانتخابات الجزائري فإن سلطة الانتخابات تعلن النتائج الأولية، بينما يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية. قالت الرئاسة الفلسطينية إن إجراء الانتخابات داخل القدس الشرقية قضية غير قابلة للمساومة أو التفاوض. وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية من قضية القدس ومقدساتها هو الذي أفشل الدولة ذات الحدود المؤقتة، مشيرا إلى أنه بدون القدس لا دولة ولا سلام ولا استقرار لأحد. وشدد أبو ردينة على أن القدس كانت وستبقى الخط الأحمر لكل الشعب الفلسطيني ولن يسمح لأحد بأن يتجاوزه. في العراق، قالت وكالة الأنباء العراقية أن الرئيس برهم صالح قد يكلف مرشح لرئاسة الحكومة بعيدا عن الكتلة الأكبر في البرلمان. أشارت الوكالة إلى أن الرئيس صالح تسلم قائمة من الأسماء المرشحة أبرزها محمد شيع السوداني وأسعد العيداني ومصطفى الكاظمي، كما تسلم أسماء مرشحة من قبل المتظاهرين أبرزها القاضي رائد جوحي. كان الرئيس العراقي برهم صالح قد دعا للترفع عن المصالح الفئوية والحزبية في ترشيح رئيس الوزراء، وقال صالح في بيان له إنه يواصل إجراء مشاورات مكثفة بهدف تكليف مرشح لرئاسة مجلس الوزراء يحظى بتأييد العراقيين. من داخل ساحات الاحتجاجات دعوا أن يكون رئيس وزرائهم الجديد، لكن يبدو أن الأمور في العراق تسير في اتجاه آخر. إذا طالب الرئيس العراقي برهم صالح البرلمان بتحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي يحق لها ترشيح رئيس للحكومة الجديدة، وتماشيا مع المادة 76 من الدستور العراقي التي تنص على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر عددا بمهمة تشكيل الحكومة خلال 15 يوما، ينتظر الرئيس العراقي أول جلسة للبرلمان والتي طالب من خلالها إعلامه بتلك الكتلة. لا شك إكمال الكابينة الوزارية. الترفع عن المصالح الفئوية والحزبية في الترشيح كان مطلب صالح في بيان له، مشيرا إلى مواصلة إجراء مشاورات مكثفة بهدف تكليف شخصية تحظى بتأييد العراقيين وتتولى مهمة إدارة المرحلة الانتقالية وصولا إلى انتخابات نيابية تجرى بموجب قانون انتخابات عادل وبإدارة مفوضية انتخابات مستقلة. وعلى الساحة السياسية يرى مراقبون أن تلك الدعوة ربما تطلق من جديد صراع الكتلة البرلمانية العراقية الأكبر. ليس هذا فحسب، بل يرون فيها التفافا على مطالب المتظاهرين، وقتا ليس بالقليل سيستغرقه الأمر إذا سند تحالف سائرون في وقت سابق رغبة الشارع العراقي وأعلن تنازلا عن حقه في تسمية رأس السلطة التنفيذية الجديدة، معتبرا ساحة الاحتجاج الكتلة الأكبر. لكن السؤال، هل سيستمر التحالف الأكبر على موقفه لينتقل حق الترشيح إلى تحالف الفتح ثاني أكبر كتلة في البرلمان؟ دعا وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر بغداد إلى ضرورة اتخاذ خطوات لوقف استهداف قواعد تستضيف قوات أمريكية، وذلك بعد سلسلة هجمات استهدفتها.
وقال إسبر أن واشنطن تحرص على مساعدة العراق من أجل استقرار الوضع الأمني ووضعه تحت السيطرة، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة أن تحتفظ بلاده بحقها في الدفاع عن النفس. وصلت التنظيمات الإرهابية المدعومة من أردوغان الاعتداء على ممتلكات الأهالي ونهب محاصيلهم الزراعية في ريف منطقة رأس العين بالحسكة. وأفادت وكالة الأنباء السورية سانك أن الإرهابيين قد واصلوا أعمال الحفر والتنقيب غير الشرعي في المواقع الأثرية في منطقة عفرين شمالية حلب. تكشف تحركات نظام أردوغان في المنطقة عن أطماعه التوسعية في سوريا والمياه الاقتصادية الخالصة لقبرص. ومن جهته أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن تركيا تواطأت مع كل المجموعات الإرهابية في سرقة وبيع النفط السوري. صور كثيرة لأطماع تركيا التوسعية في المنطقة تتكشف يوما بعد يوم، ولطالما كان شعار محاربة الإرهاب غطاء تتخفى تركيا وراءه. النفط السوري كان ولا زال محل تواطؤ تركي، فقد أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن تركيا تواطأت مع كل المجموعات الإرهابية في سرقة وبيع النفط السوري، موضحا في مقابلة تلفزيونية أن النظام التركي مساهم بشكل مباشر في بيع النفط مع جبهة النصرة وبعدها مع تنظيم داعش الإرهابي. تركيا هي المتواطئ مع كل هذه المجموعات في عملية بيع النفط، فلا يوجد مشكلة، تركيا جاهزة لأن النظام التركي مساهم بشكل مباشر ببيع النفط مع النصرة سابقا وبعدها داعش. الرئيس السوري سبق أن وصف أردوغان باللص الذي سرق المعامل والقمح والنفط، وهو اليوم يسرق الأرض من خلال مخططه لضم أجزاء من الأراضي السورية لخريطة الدولة العثمانية الجديدة. أطماع لم تجد تركيا لتبريرها غير الرجوع لوثائق مزعومة خلال حقبتها العثمانية في سوريا، ولوحت بوجود وثائق تؤكد أحقيتها في بسط سيطرتها على 15 قرية بمحافظة إدلب المتاخمة للحدود التركية. واستندت تركيا في السابق على وثائق عثمانية مشابهة لتبرير سيطرتها على مدينتي جرابلس ومنبج في محافظة حلب. ومن سوريا إلى قبرص تتواصل الأطماع التركية في الموارد الطبيعية بالمنطقة، حيث تواصل أنقرة عمليات الحفر للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المناطق الاقتصادية الخالصة لقبرص في تحدي للقانون الدولي ولدول الجوار، ولتستمر بسبب سياسات أردوغان مصدر القلق والاضطراب في المنطقة. أكد وزير الدفاع القبرصي سافاز أنجليداس استمرار بلاده في مواجهة الاستفزازات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص. وفي تصريحات له قال وزير الدفاع أن بلاده تشهد انتهاكا مستمرا للقانون من جانب تركيا والتي تريد زعزعة استقرار المنطقة، مشيرا إلى أن هذه الاستفزازات ليست فقط ضد جمهورية قبرص وحقوقها السيادية، بل أيضا ضد أجزاء من شرق البحر المتوسط مما يؤثر على الحقوق السيادية للدول الأخرى. حذر تقرير دولي من إدراج تركيا في القائمة الرمادية المخصصة للدول التي تفشل في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب استمرار دعمها للجماعات الإرهابية. وقالت مجموعة العمل المالي في تقرير لها أنه بفشل أنقرة في تحسين وضعها في 2020 فإنها تخاطر بإضافتها إلى قائمة رمادية دولية، مما قد يعرض قدرتها على جذب التمويل الأجنبي للخطر. ويأتي هذا التقرير بعد أشهر قليلة من تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية 10 شركات ورجال أعمال على صلة بتركيا باعتبارهم مرتبطين بمجموعات إرهابية. كشفت صحيفة كورونا النمساوية أن المشتبه به الرئيسي في التخطيط لهجمات إرهابية في 4 دول أوروبية سبق له السفر إلى تركيا. وقالت الصحيفة أن الشرطة قد أحبطت سلسلة من الهجمات الإرهابية في فيينا وفرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، واعتقلت 2 من المشتبه بهم الأسبوع الماضي، بينما ينفذ قائدهم والمتهم الرئيسي عقوبة السجن. وأضافت الصحيفة أن قائد المجموعة هو معروف للسلطات النمساوية ودانه القضاء مرتين بتهمة الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي. منحت السلطات في هولندا بشكل استثنائي تصريح إقامة لمعارضين أتراك وأكراد تقدموا بطلبات لجوء في أوقات سابقة.
وأوضحت السلطات الهولندية أنها تخشى من حصول السلطات التركية على المعلومات الخاصة بهؤلاء المعارضين. وتوضح التقارير الرسمية الهولندية أن نحو 1160 تركيا تقدموا بطلبات لجوء خلال 2019. شنت صحيفة تركية هجوما على أردوغان بسبب الإصرار على تنفيذ مشروع قناة اسطنبول بالرغم من تكلفته الاقتصادية العالية وتحذيرات الخبراء والكوارث البيئية والزلازل والتي قد تنجم عن هذا المشروع. أوضحت الصحيفة أن المشروع يثير العديد من علامات الاستفهام حول مصدر الموارد المالية والتي ستخصص المشروع ومدى تأثيره على الاقتصاد وعلى اتفاقية المضايق. في أخبار رياضية، فاز فريق طلاء الجيش على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثامنة من الدور الممتاز. بهذه النتيجة تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الرابع، بينما حصد طلاء فوزه الأول بالدوري هذا الموسم ورفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني أو 12 بجدول الترتيب. فاز الانتاج الحربي على فريق طنطا بهدف دون رد في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز. هذا كما تغلب وادي دجلة على فريق المقاولون العرب بهدف نظيف. وفي مباراة مثيرة، فاز الاتحاد السكندري على فريق نصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وتقام اليوم مباراتان في الجولة الثامنة من الدوري الممتاز، يلتقي خلالهما فريق إنبي مع المصري البورسعيدي على استاد السويس الجديد في الخامسة مساء، ويواجه بيراميدز فريق الجونة على استاد الدفاع الجوي في السابعة والنصف مساء. وعالميا يواجه ليفربول نظيره فريق أستون فيلا على ملعب فيلا بارك اليوم، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية. ومن المقرر أن يشارك ليفربول بلاعبه شباب بسبب ارتباط الفريق الأول للمشاركة في كأس العالم للأندية. هذا وخاض المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزية أول تدريبات استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية. ويسعى ليفربول لحصد بطولة كأس العالم للأندية. وتجمعت جماهير ليفربول الإنجليزية بقطر لتحية النجم المصري محمد صلاح بعد وصوله إلى فندق الإقامة استعدادا للمشاركة في البطولة. وتقام مباراة ليفربول ومونتيري غدا الأربعاء في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة. يواجه الهلال السعودي فريق فلامينغو البرازيلي اليوم في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية. وكان الهلال السعودي قد استهل مسيرته في البطولة بفوز صعب ب1-0 على الترجي التونسي بطل أفريقيا. وتقام اليوم 4 مواجهات ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الألماني، يلتقي خلالها فريق فيردر بريمن مع فريق ماينز، ويستضيف بروسيا دورتموند فريق لايبزيج، ويواجه أوغسبورغ فريق دوسلدورف، ويلعب فريق يونيون برلين أمام فريق هوفنهايم. أعدت روسيا والصين مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي دعتا فيه إلى استئناف المفاوضات السداسية حول القضية النووية لكوريا الشمالية بأسرع ما يمكن. ويدعو مشروع القرار الروسي الصيني إلى استئناف المفاوضات السداسية أو إعادة إطلاق المشاورات متعددة الأطراف ضمن أي إطار مماثل بهدف المساهمة في التسوية الشاملة عبر الحوار، كما دعتا إلى تخفيف العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ بهدف تخفيض
وتزايد التوتر في شبه الجزيرة الكورية. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة العاشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. الرئيس السيسي يؤكد حرص الدولة على إنجاح تجربتي التحول الرقمي ودعم التشغيل. اشتباكات في ساحة الشهداء وسط بيروت، والجيش اللبناني يدفع بتعزيزات عسكرية. روسيا والصين تدعوان إلى استئناف عاجل للمحادثات السداسية حول كوريا الشمالية. بهذا نصل إلى الختام، لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.